السلام على من لطم وجهها، السلام على من كسر ضلعها. أيوة فاطمة، من هالمرأة؟ ما عندها عزوة من البادية، هذه المرأة ما عندها أحد، هذه ابنة رسول الله. السلام على من أسقط جنينها، تأتي إلى قبر أبيها. هالأيام تقف على قبر، شو تقول؟ قل ماذا على يا من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. صبت علي مصائب لو أنها يا صبت على الأيام، صرنا ليالي تقول كل المغيب تحت أطباق الثرى. إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حماية بظل محمد. لا أخشى من ضيم وكان حما ليايا، واليايا أخضع للذليل واتقي. يا ضيمي وأدفع ظالمي بردايا، فلاجعل اللايا بعدك مؤنسي. مستوحش الزهر يا شيعة، مستوحش. فلا اجعل اللايح بعدك مؤنسي، ولا اجعل الدمع فيك وشاحيا. ليلة بكى لا تقصر، وليلة طلب حوائجها. شو تقول لأبوها؟ تقول له يا نصايا يا بأن لي أجضل عليش بالمسمار يا نصايا يا أبو، علي الحزن واجب دوم يا نصايا يا ينصايب مثل سود الليالي غدت هي. بعد تلتفت للأمير النوبة عدها بكى، تقل له تراها يا من جفك على الكعبة يا علي، تراها يا زكية من الولم تصرخ، تراها يا تصرخ، انت تصرخ وياها، تراها يا تصبر كيف وعيونك، تراها بين الباب والحائط رميه.
يا بن الباب والحياة يا طرمية بعد تقول جارة دمع على الوجنات بويا جار يا انت من دفعوا علي الباب شارت جار يا انت كنت حاضر تشوف ايش صار بي. يلا على قبر ابوها شو تقول له؟ تقول له علامة رسم حزنك على راسي علامة ودم دم تصب عيني. هذا أقسى بيت تسمعها. علامة علامة بوجهي ظلت السطرة علامة أجيك وشوف شنه صار بي أجيك وشوف شنه صار بي.